ورحب بضيفنا ايضا القادم من بغداد الدكتور حاتم البياتي، استشاري الجراحه التجميليه، يعد واحد من امهر الجراحين العراقيين اليوم، العراقيين والعرب. يا اهلا وسهلا بك، نورتنا بالظهيره اول مره. نور شهادة. انا اسمع عنك هوايه. كل خير طبعا. الله يسلمك شيخ. اول شيء طبعا مساء الخير عليك. يا اهلا. مساء الخير على كل متابعين قناه الشرقيه وبالذات برنامج ظهيره الجمعه. يا اهلا وسهلا بك. اهلا بك. دكتور حاتم طبعا متواجد في الامارات، قاعد يسوي عمليات ويسوي شيء في مركز المزايا، مركز مزايا الطبي في الشارقه. ونتحدث عن كثير اشياء. اليوم احنا بدينا سلسله توعيه. يعني بالبدايه على مدى الحلقات والسنوات الماضية طرقنا كثير من العلاجات وكثير من الأمراض وعلاجها، فهسه بدينا سلسلة توعية. طبعا. شنو أكثر المشاكل عفوا اللي تواجهك دكتور اليوم؟ صحيح. شوفي في مجال الطب وكل فروع الطب أكيد. نعم. تكون أكو يعني مشاكل كثيرة، ممكن تكون من استخدامات طبية معينة مثل أي دواء إلى مضاعفات أو أي عملية لها مضاعفات. بس أكثر المشاكل اللي واجهتها يعني اللي شفتها في مجال جراحة التجميل أو طب التجميل. نعم. اللي هو طبعا أخذ أي أخذ 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 حيز واسع هسه، والناس بدأت تهتم به وتلجأ له كثيرا. واحدة من يعني أكثر الأشياء اللي شفتها هو حقن الفيلر، مشاكل حقن الفيلر الدائم. يعني من الحالات اللي أشوفها يوميا تقريبا هي الحالات اللي تيجي حقنة الفيلر الدائمي. سابقا كان أكو فيلر دائمي ينحقن، هو يسموه سيليكون فيلر. كان ينحقن بالوجه على يعني أنه يعني علاج دائمي للتجاعيد أو بعض الخطوط أو تصليح أخطاء بالوجه ممكن تصير مع تقدم العمر. بعد فترة اكتشفوا أنه هذا الفيلر يسبب مشاكل بالوجه، يعني ما كان مكتشف بالبداية، لذلك بعدين تم تحريم تصنيعه أو استخدامه أو حقنه. وقفوا استخدامه تماما لأنه بينت به المشاكل. المشكلة أنه المشاكل ما بينت إلا بعد سنوات من يعني حقنة. بعد كم سنة دكتور؟ يعني أنا هسه في عام 2018 و19 و20 نشوف الحالات اللي حاقنه 2007 و8 و9 و10، هو هذه فترة استخدامه تقريبا. نعم. يعني كان معروف بعدة دول وموجود وناس تحقنه سنتين ثلاثة. المهم هسه الناس توقفت عن حقنه. وتوقف تصنيعه وتوقف استخدامه نهائيا لأنه سبب كلش مشاكل. بس للأسف اللي حقنوا احنا يعني احنا حتى يعني طبيا يصرحوا لهم يعني ضحايا السيليكون فيلر. احنا ما نريد نخوفهم لكن اكو حل. لا اكيد يعني هو ما كانت مشكلة سهلة بالبداية، انه تكون بعد سنوات تبدي تبين اكو فد مشاكل بالوجه. هذا الفيلر يبدي يتكتل، يبدي يتجمع في اماكن معينة بالوجه. اي استخدام ثاني لأي مادة ثانية في البشرة يبدي هذا الفيلر يتفاعل ويلتهب بالوجه، ممكن يسبب أورام، ممكن يسبب يعني مو أورام، ممكن يصير ورم ويلتهب ويكون ب يعني خراج وهذه الأمور. يعني مشكلة تكون واضحة، مشكلة تكون كلش واضحة ومزعجة جدا للمريض. ومرات تصير يعني شهريا عنده مضاعفات وياها. هذه طبعا تسبب فد مشكلة بالوجه، انه هذا يعني السيليكون فيلر يسبب لنا مشكلة، يلتهب ويورم وهذه الأمور، وممكن يطيب وممكن هذا راح يبدي الوجه يتعب من عنده، يعني راح تصير به تليفات. الكتل اللي تتكتل داخل الوجه بسبب السيليكون فيلر تاخذ فتح حيز، تبدي يعني تذوب وتقتل الانسجه اللي موجوده بها، يعني تبدي تمتص جزء من انسجه الوجه الداخليه اللي هي الشحوم، ممكن تضغط على اعصاب، يعني تتاكل، يعني تتاكل تماما، تتاكل وتاخذ لها حيز من مكانها، تسبب ترهلات بالجلد، تسبب تجاعيد وتقلصات. هاي مشاكل ذكرتها الدكتور، وأنا ملاحظة على فد شيء. نعم. إنه أحياناً هي تروح للدكتور تسوي فيلر إضافي. طيب. أو بوتكس وما تقول للدكتور هي خالة قبل. تمام. هي هذه المشكلة اللي خطية بدأوا فعلاً يعانون من عندها. إنه اللي يستخدم هذا الفيلر لازم يعالج، وهسه نقول إحنا شلون يعالج بهذه الطريقة. بس الـ 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 يعني النصيحة الأولى والأهم إنه هذا اللي يعني إنه لازم من يروح طبيب ويبدي يريد يسوي أي تداخل جراحي أو حقن أي شيء، لازم يعلم الطبيب إنه هو حاقن السيليكون فيلر سابقا او انه مستخدمه الطبيب، لازم يسال هل انت حقنته بهاي السنوات. نقطه كلش ضروريه جدا. رجاء اي وحده مسويه فيلر دائمي تخبره للدكتور، لازم تخبرته لانه هذا راح يسبب لها مشكله. تخجل او تستحي او ما تريد تقول انه هي غلطانه. صحيح. هو لسلامتها يعني. لكن الان تمر على شاشه صور، اتصور هي صارت حديث السوشيال ميديا. اي نعم. حتى مو بس مواقع عراقيه وانما مواقع عربيه. صحيح. مواقع هاي صوره شنو هاي؟ هذه الصورة اللي صراحة اشتهرت كلش. هي هالصورة ايه؟ هي صورة لامرأة كانت مسوية سيليكون فيلر، تم تفريغ. ممكن لو سمحت فراس نخليها مرة ثانية.
مو صورة السيارة، صورة راح نشوفه الآن. هاي انتشرت بشكل واسع حتى في المواقع العربية، لكن العربية والمواقع الأجنبية طبعا. العراقية يعرفون انه يعني العراقية فاهمين الموضوع كله، دكتور حاتم بالضبط، لانه انا اصلا اشتغل العمليات لايف يعني على سناب شات، يشوفوها من البداية للنهاية. تدخل طبعا اكيد من تدخل المريضة صورها قبل، وبعدين ابدي اشتغل العملية، ومن افتح الوجه كامل، ومن اسوي اي شيء كلها لايف شايفينها. بس هاي ما تسبب رد فعل عند البعض بالبداية؟ يعني اكو هواي يحذرون انه ما يصير، والناس وتخاف ممكن هذه الحالة اللي نحكي عنها يعني هذه امرأة تبين انها كلش كبيرة، بس هي مو كبيرة حقيقة. هذه كانت ضحية سيليكون فيلر، يعني نشوف وجهها نازل وصاير به مشاكل كلش هواية بعد تفريغها من السيليكون. كان يحتاج تفريغ ثمارات تكون كتل كلش كبيرة وتكون معقدة وقريبة من أعصاب وشرايين، فهذا لازم تفتح الوجه، لازم تفتح الوجه وتفرغ السيليكون وتبدي الشدة بطريقة معينة حتى ترجع لها يعني أقلها جزء من الوجه. يعني فرق اي نعم. فهي تم فتح الوجه كله بعملة شد الوجه، لازم يعني معظمهم يحتاجون عمليات شد وجه بعدها. تم تفريغ كل السيليكون الباقي وشد عضلات الوجه والطبقات الداخلية، وبعدين شد الجلد وشد الرقبة طبعا هم من وياها. وهي الآن تنعم بصحة الحمد لله والشكرية. أكيد هي اشتهرت جدا هذه الصورة، اشتهرت. أنا شفتها على موقع عربي حقيقة، صحيح، بس ما كاتبين منه، لا حتى كاتبين شوف الفوتوشوب شو يسوي. بالضبط صحيح، اتهمت أنه هي فوتوشوب، أنه على أساس أنه هي معالجة الصورة. صحيح، كانوا بس متابعين دخلوا قالوا لهم لا هذا دكتور حاتم احنا نعرفه، دافعوا عنك يعني بشراسة. أكيد احنا شفنا العملية كاملة، يعني هو مو شغلة فوتوشوب ويجي شيء. فسألنا هذا أنه اسم دكتور عراقي جراح يتداول في الوطن العربي، والاجانب ايضا اخذوا هذا الجسم. نشرت بمجلات امريكيه، مجلتين امريكيه ومواقع صحفيه اوروبيه هم. فاحنا نقول كل امراه يعني تمر بهذه الحاله وهذه المشكله لا تخاف، اكو طريق لعلاجها. اكيد طبعا، لانه مثل ما قلت البعض يتخوفون او انه ما تريد تقول انه انا مسويها، فبالتالي هي تاذي نفسها، ويمكن النتائج بعد تتطور وتصير الحل يصير اصعب. صحيح بالضبط، فالحل موجود. طيب مرت على شاشه ايضا بعض الصور. نعم، اريد اسالك، هاي العمليات تخدير موضعي لو بنج عام؟ يعني معظمها اشتغلها صراحه تخدير موضعي، يعني يعرفون حتى المتابعين مالتي عادي. تكون حاله بسيطه ممكن، يعني ممكن تشتغلها بنج موضعي، بس مرات تكون حاله معقده، ممكن هي عندها فد امراض معينه يحتاج لها مستشفى او يحتاج لها متابعه من قبل طبيب تخدير او شيء معين، يعني هي الحاله تقرر نفسها. اذا كانت شويه صعبه لازم نخليها بنج عام، اذا كانت لا سهله ممكن. بس اغلب الحالات انا تمارست عليها صراحه موضعي، والمريض هو يطمئن اكثر للموضوع. صار لك ايش قد تسوي عمليات دكتور؟ انا يعني كطبيب اختصاص؟ اي يعني بديت العمليات صار لي 7 سنوات طبيب اختصاص. انا يعني تخرجت صرت طبيب اختصاص بسنه 2013. ما شاء الله، من سنه 2013 انا طبيب اختصاص. اي ما شاء الله عليك. طيب العمليات الاخرى الان اللي لها رواج كبير اللي هي عمليات الشد. عمليات الشد هي يعني عمليات الشد بكل اشكالها هي لها فدرات معينه، اللي هي ممكن تكون نتيجه ترهلات الجلد بسبب تقدم العمر او بسبب السمنه والضعف. يعني حتى عمليات الشد الوجه من تصير بعد ما الواحد يكون سمين ويفقد وزنه، يحب ان يكون الوجه مشدود. سويتها الشابات يعني بعدهم صغار؟ سويتها اكو قسم من عندهم يعني شابات صغار يعني ما بالكم الشد بس يسوي له. لا طبعا، هو قلت مثل ما قلت انه يعني ممكن تكون عندهم مشكله انه كان وزنها مثلا عالي، اللي يسوون عمليات قص المعده طبعا هذا اكيد يصير عندهم ترهلات. من يصعد الوزن الى وزن معين يوصل 120 130 يلجون الى عمليات قص المعده، ده ونزول وزن يعني 30-50 كيلو اكيد راح يصير ترهلات. لازم اكيد يعني مو بس ترهلات بالوجه، راح يصير ترهلات باليد وبالبطن وبالافخاذ، هذه كلها يحتاج لها عمليات شد. يعني هي تعتبر هذه العمليات الان عمليات مكمله خاصة للي يفقدون الوزن بشكل أكيد. 40 كيلو 45 ضروري كيلو ضروري. لازم مستحيل يبقى بجلد مترهل، لأنه عمليات قص المعدة أيضا هي رائجة الآن، ولو أنا ضدها جدا رائجة، بس أنه نشوف كثير فقدان الوزن يكون 45 50 كيلو يعني فتشي أكو أوزانهم عالية جدا خلال 4 أشهر يعني. بالضبط أكو أوزانهم، لا أنا مع الرياضة، رياضة ثم رياضة ثم رياضة والالتزام الغذائي، الالتزام الغذائي يعني مو إلا رجيم، الالتزام غذائي بس بالضبط. أكثر ولا أقل. بالضبط. دكتور بعد شنو حاب أنه تحذر؟ أكو شغلة مهمة أنا أقول أحذر النساء، بس الرجال ما تزول أكيد، لا الكل. الشغلة المهمة هي أنه أريد أحكي على الحقن الفيلر. هذه مادة أوكي إحنا قلنا استبعدناها هسه وراحت في زمن بعيد يعني، وإن شاء الله بس بقوا أكو ناس يعانون من عندها، هو نعالجها أنه نفتح وننظف قدر الإمكان من اللي موجود، ونسوي عمليات الشد إذا احتاجت. أريد أحكي عن الفيلر ومشاكل الفيلر. الفيلر حاليا هو آمن، يصنع
وهو آمن. هي مادة موجودة بالجسم، معظم الفيلر الموجود هي مادة موجودة داخل الجسم. نعم. بس تصنع بطريقة بمصانع عالمية، مصانع عالمية ودول متقدمة. يسوي لها في التركيبات معينة تنحقن داخل البشرة، تكون مؤقتة لبعض الوقت وتروح تختفي. حتى أكو إنزيم داخل الجسم، هذا الإنزيم هو اللي يذوب هاي مادة الفيلر، لأنه نفسه يذوب المواد اللي موجودة. 6 أشهر يعني تقريبا؟ 6 أشهر كل الفيلر معروف تقريبا هذا 6 أشهر. هو فد مادة اسمها هيلورونيك أسيد. الهيلورونيك أسيد هو فد حامض موجود داخل البشرة، هو اللي ينطي النضارة. يعني نشوف بشرة الطفل حلوة وجميلة موجود عنده بكثرة، إحنا كل ما نتقدم بالعمر يبدي يقل. أكو هرمون يذوبه، فهي نفس المادة هذه يأخذوها بس يسووها في التركيبة ويربطون الأواصر بيناتهن، خلوها تبقى لمدة معينة. هذا الفيلر ينصنع بمصانع عالمية وبدول متقدمة مثل الفيلر الإيطالي والفرنسي والسويسري. هذا الفيلر من يوصل مو رخيص. الغاية اللي أريد أقولها من هذا الكلام إنه من تروحين عيادة لو قررت تسوين فيلر في يوم من الأيام، لا تتصورين إنه المادة راح تكون رخيصة. وإذا كانت رخيصة لا تستخدمين هذا الفيلر السابق سيليكون، كان مادة رخيصة. أكيد، بس هذا وجه، هذا صحتك أنت يعني أو صحتك أنت، هذا وجهك أنت يعني. لازم من تسوين شيء يعني تحافظين على 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 صحتك أولاً وتزدادين جمالية بيها يعني. هذا إدامة للنفس أو للجسم. بس من إنه ما تسوين فشيء يعني تتأذين من بعده يعني يؤذي بشرتك أو يؤذيك إنه صحياً، مثل هاي المواد اللي كانت رخيصة. يعني الترويج لمواد رخيصه هو وجه يعني واحد اكيد طبعا يعني. إيه فهو انه انتم لا تنساق يعني ضمن دعايات او في شيء انه هذا او عروض معينه يعني. هو ماده لها وزنها، فلازم تختار الماده، تعرف شنو الماده، تعرف المكان اللي تروح له، حقها انه تشوف شنو اللي نحقن بوجهها بالضبط. إيه وتروح الى طبيب مختص يعني. هذه النصيحه الثانيه المهمه، انه لا تروحون الى مو اطباء بهذا المجال. في هذا المجال دخلوا هوايه مو اطباء صراحه. لازم تعرف انه طبيب مختص، لازم تعرف الماده، من حقك تسال شنو الماده دكتور وشنو الماركة اللي راح تستخدم ليها. حاليا كل شيء موجود بالنت، تقدر حتى تسأل عن المادة وتشوفها بالإنترنت، هل هي فعلا تابعة لشركة عالمية معينة، حتى تكون أنت مطمئن أنه أنت شنو اللي خليت وتتجنب المشاكل. لأنه حاليا الفيلر اللي موجود هو الهيلورونيك أسيد، يعني تقريبا المشاكل اللي بي زيرو يعني صفر. وحتى الفيلر الآن قبل كان ينفخ، هسه لا، شد بي بيشد وبهواية أشياء وينطي نظارة حتى من يذوب داخل الجسم. هذا الفيلر الجديد ما راح يكون مؤذي، راح يكون بالعكس ينطي نظارة للبشرة يعني يذوب ويستفاد من عنده خلايا الجلد والبشرة، فما به مشاكل معينة. شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات. انت موجود لحد غاية لحد وين؟ أنا كل شهر اجي اسبوع الامارات، عندي هنا شغل. مكانك وين بالضبط يعني؟ انا بعيادة مزايا اللي هي بالشارقة بشارع التعاون. نعم. أتواجد بها أسبوع كل شهر. نعم. جزيل الشكر. ممنون. وتروح وتجي بالسلامة. تروح وتجي بالسلامة. الله يسلمك ويخليك، أنا جدا سعيد طبعا. شكرا جزيلا دكتور. وإحنا فخورين عندنا شباب أكفاء. ممنون. يعني هذا العراق دائما به مبدعين من كل يوم. يعني أنا فرحانة بكل حلقة أتعرف على ناس، أتعرف على شباب وشابات عندهم هالطاقة وعندهم هالروح الحلوة، وهذا هو العراق. الحمد لله والشكر. دائما يعني إن شاء الله يا ربي له تقدم أكثر. إن شاء الله أكيد. شاء الله. أكيد. شكرا جزيلا. ممنون. شكرا جزيلا ليش. ومن ترجع يعني قوشر تحايا لأهلنا هناك. الله يسلمك ويخليك. طبعا كل متابعيني هم يحملوك يعني تحايا وسلام. أمانة قال لازم نسلم عليها هواية. شكرا. لازم بلحة سويت سناب. أكيد طبعا. يلا هسه نسوي سناب. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا ليش. أهلا وسهلا.